بأقل الوسائل رسائل قوية لذلك المحتل الذي يهابنا ويخافنا، لأننا نحن أصحاب الحق وهو السارق وهو المحتل. فعندما أقف أنا ويقف 15 جندي حولي ويشتغل المخابرات والتصوير وما إلى ذلك حولي، هذا يؤكد لي بأني أنا صاحبة الحق وهو الذي يخاف مني ويشغل كل هذه الأعداد من القوات الخاصة. لو تحكينا عن وضع يعني المرابطين والمبعدين على المسجد الأقصى بشكل عام، يعني منهم من هو ممنوع من دخول لعام 6 أشهر 3 أشهر خاصة في الحملة الأخيرة اللي حصلت بعد فتح باب الرحمة، أيضا المضايقات اللي بتعرض فيها خاصة المرابطين في المسجد الأقصى من قطع التأمين، ملاحقات مستمرة وإلى آخره. بالفترة الأخيرة على خلفية هبة الرحمة تحديدا في شهر شباط شهر 2 تم منع أعداد كبيرة من المقدسيين رجالا ونساء وشيوخا وكبارا، وهنالك أيضا أشهر منعوا عن المسجد الأقصى بقرارات إدارية، منهم من أبعد ل4 أشهر، ومنهم من أبعد ل1 شهر، ومنهم من أبعد ل6 أشهر، ومنهم من أنهى قرار الإبعاد يعني دخل إلى المسجد الأقصى قبل بداية شهر رمضان المبارك. التضييق لا يكون فقط في الإبعاد، التضييق يكون بملاحقة كل مقدسي يوصل رسالة القدس والأقصى بعدة طرق وشتى الوسائل. قد تكون هذه الضريبة الذي يدفعها هذا المقدسي، يعني الضريبة أقصد بها الثمن الذي يدفع المقدسي، إبعاد، اعتقال، اقتحام للبيت، تنكيل، ضرب، قطع التأمين الوطني والتأمين الصحي. وفي موضوع قطع التأمين الوطني تهديد للإقامة والهوية الزرقاء والمحافظة على الهوية الزرقاء التي بها نستطيع الإقامة في مدينة القدس، فلولا هذه الهوية الزرقاء لا نستطيع الإقامة في مدينة القدس. هذه يعني هذه شروط وضعها الاحتلال الصهيوني، بأنه من يريد السكن في مدينة القدس يجب أن يكون معه هوية زرقاء، وبالتالي عندما يقطع التأمين الوطني فهو يهدد الإقامة ويهدد بسحب الهوية الزرقاء المقدسية، وأيضا يمسكنا من اليد التي تؤلمنا الصحة. عندما يقطع التأمين الصحي فهو يمنع عنك العلاج ويمنع عنك الدواء ويمنع عنك العلاج في كل المستشفيات، ونحن نقع تحت احتلال، يعني كل المستشفيات تقع تحت ما يسمى كبات حلين صندوق المرضى الإسرائيلي، وبالتالي هنا لا تستطيع أن تتعالج، وليس لوحدك فقط، يعني حتى إذا مرضت أنا لا، ليس فقط إذا مرضت أنا، وإنما هو يقطع العلاج عني وعن أبنائي وعن زوجي، وقد قطع عني التأمين وعن أخوات أخريات، أيضا قطع عنا التأمين لأكثر من سنة ونصف، وأخريات منعت ل3 سنوات، وهنالك يعني أعلم أحد المرابطين الذين يعني قطع عنه التأمين وزوجته تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى الكيماوي شهريا، وبالتالي هنا يعني يحاولون إيلامنا ويحاولون الضغط علينا بالشيء الذي نحتاجه وهو العلاج والصحة، بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت العشرات من الشباب. ليس فقط المنع والإبعاد عن المسجد الأقصى، وإنما الاعتقالات على الأبواب. أنا كل يوم أقف على أبواب المسجد الأقصى أتوقع أن يتم اعتقالي في أي لحظة، والبارحة تحديدا أنا يعني توقعت في أي لحظة أن يتم اعتقالي يعني من قبل جنود الاحتلال، لا لشيء فقط لأنني أقف هنا، مع أني من ناحية قانونية وحسب ما يدعون أنا أقف في المكان القانوني الذي يسمح لي في الوقوف فيه، أنا لا أخترق ولا أصل إلى الأروقة وأدخل إلى مكان ممنوع أن أدخله، وإنما هو يعني محتل، مغطاظ من ثباتنا، مغطاظ من رباطنا، مغطاظ من تواجدنا في ساحاتنا، في أقصانا، في على أبواب أقصانا، في أروقة المسجد الأقصى، مغطاظ من عبادتنا حتى ومن تواجدنا في كل مدينة القدس. لذلك هو يحاول التنكيل بنا، يحاول قطع العلاج عنا، منعنا من مسجدنا، منعنا من العبادة، منعنا من التعلم في المسجد الأقصى، منعنا من التعليم أيضا. أنا معلمة قرآن ولا أستطيع أن أعلم في المسجد الأقصى، وأيضا طالبة قرآن ولا أستطيع أن أكمل تعليمي وأكمل الروايات داخل ساحات المسجد الأقصى. ممنوعة من دخول المسجد الأقصى، ممنوعة من مشاركة أبنائي وزوجي فرحة رمضان. منهم من يدخل، يعني أنا أدخل أقف على الأبواب أنا وابني الصغير حمزة يصلي معي، ويدخل زوجي وأبنائي يصلون في صلاة العيد، يقف حمزة منذ 4 أو 5 سنوات يقف وينظر إلى باب الأصباط إلى بالون العيد ويقول لي أمه متى ستدخلين إلى الباب الداخلي لتشتري لي بالون العيد. كبر حمزة وأصبح حمزة عمره 11 سنة منذ أن كان 6 سنوات، وهو لا يستطيع أو أنا لا أستطيع أن أشتري له بالون وهدية العيد من أبواب الأصباط، وكبر حمزة وسيصبح رجلا وهو يعني ينتظر أن أشتري له هدية العيد من أبواب المسجد الأقصى المبارك. طبعا أنا يعني أرى في نظرة أو في عيون الأطفال الذين يرون أمهاتهم تمنع ويرون آبائهم يمنع ويعتقلوا، بأن هذا الجيل وهذا هذا الجيل الذي سيأتي لن يسكت على حقه، فهو تربى
ورأى بأم عينه كيف تمنع أمه وكيف تضرب أمه، يرى بأم عينه كيف يقتحم بيتي أكثر من 6 مرات ليلا وأخذ من حضن أولادي من أمام أعين أولادي ولا يستطيعون التحدث معي، وأعتقل ويدمر البيت ويكسر البيت وتكسر ألعابه، فكيف إذا كبر؟ يعني ما الذي سيفعل عندما يكبر هذا الطفل الذي رأى بأم عينه كيف أن الاحتلال ينكل بأمه ويعتقلها ويضربها ويمنعها من دخول مسجدها ويمنعها من مشاركة فرحة العيد ويمنعها من شراء هدية العيد له، فكيف له عندما يكبر أن يسكت عن حقه؟ ما عندنا بعدين على المسجد الأقصى، يعني نعلم أنه يوميا يتم اقتحام ساحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وتدنيسه بكل راحة وبحماية من قوات الاحتلال. شعوركم كمبعدين عن المسجد الأقصى عندما ترون هذا المستوطنين يتمكنون من الدخول براحة وأنتم أصحاب المسجد الأقصى تمنعون، خاصة في الفترة الأخيرة وبعد فتح باب الرحمة؟ يعني جميع المسجدين تمكنوا من مشاركة بعضهم بعض فرحة افتتاح صلى باب الرحمة باستثناء المسجد الذين لم يتمكنوا من دخوله لأول مرة بعد فتحه من طبعا الاحتلال يدخل المستوطنين من باب المغاربة في فترتين صباحية ومسائية ويحاول أن يؤمن لهم الاقتحامات الحرية والأمن وسلام وهدوء من خلال منع المرابطين ومنع المؤثرين ومنع كل من ممكن أن يتصدى لهذه الاقتحامات حتى تمر هذه الجولات الاقتحامية بأمان وسلام، وحتى يقفون لأداء صلواتهم التلمودية ولصلواتهم العلنية وليخططوا وينفذوا مخططاتهم التي يعني ينوون تنفيذها في ظل عدم وجود المسلمين أو من يتصدى لهم أو من يمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي هو يعني قمة القهر أن تكوني مسلمة وتمنعي من دخول مسجدك وتري في الأخبار أو تري على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هنالك اليوم كان هنالك اقتحام ل200 مستوطن دخل واقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأنا المسلمة محرم من دخول مسجدي. هم يعيثون فسادا ويستفزون مشاعر المسلمين ويدخلون إلى مسجدنا ويحاولون أداء صلوات تلمودية في مسجدنا ويمكرون في مسجدنا، وأنا المسلمة أمنع من دخول المسجد. يدخلون إلى المسجد الأقصى المبارك ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام في عقر داره وأنا ممنوعة من الصلاة وتعليم القرآن وتعلم القرآن. ما الذي أعيثه أنا في المسجد الأقصى؟ أو ما هو الخراب الذي أقوم به في المسجد الأقصى؟ أنا مسلمة والمسجد الأقصى مسجد إسلامي فقط. هم يعني يحاولون، يعني سبحان من قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، يعني هم يسعون في خرابها ويمنعون ويظلمون أشد الظلم. أما عن باب الرحمة وعن هبة الرحمة وعن عدم تمكننا من مشاركة المقدسيين بالنصر وبصنع النصر وبفرحة النصر، طبعا ليس فقط من يصنع النصر هو من يوجد داخل ساحات المسجد الأقصى، فكنت أنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام بكل ما أتيت من قوة حتى أوصل رسالة باب الرحمة وحتى أنبه الناس على ما يحدث وما يدور في باب الرحمة، إلى أن وصل اليوم الحسم في اليوم الذي تم فتح باب الرحمة فيه. كان المقدسيين داخل باب الرحمة وقد فتحوه ودخلوا يوم الجمعة، وكنت أنا عند هذه المطلة أتحدث إلى الناس جميعهم من الخارج ولأحدثهم بما صنعه المقدسيين في باب الرحمة. صحيح هو شعور مؤلم أن لا تستطيع أن تشارك المقدسيين فرحتهم، ولكنك تستطيع أن تصنعي فرحة أخرى. يعني نحن نقاوم هذا الاحتلال ونحن نصنع الفرحة ونصنع النصر لأننا تحت احتلال، يعني وأكيد بأننا نتفنن ونبدع حتى نفرح، حتى وإن كان يعني هنالك ظلم يقع علينا وحتى إن كان هناك يعني جرح وألم ومنع وحرمان، إلا أننا نبدع ونفرح في يعني نفرح بإبداع. لو تحكينا رسالة للمرابطين والمبعدين عن الشعب للعالم الخارج والاحتلال، أقول بأن بالفترة الماضية كان هنالك خطر وخطر واضح على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وبسبب الوعي الذي حدث في الفترة الأخيرة والتوعية التي حدثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عما يدور في المنطقة الشرقية ومخططات الاحتلال في ذلك المكان، أدى في النهاية إلى أن يكون هنالك هبة مقدسية جديدة بعد هبة الأصباط، وفتح مصلى باب الرحمة، والآن هو مفتوح وتؤدى فيه الصلوات وتؤدى فيه صلاة التراويح، ويتناول المسلمين حتى أحيانا في ذلك المكان طعام الإفطار، يصلون يدعون يذكرون الله، تقام الدروس في ذلك المكان. فشل المخطط ونأمل أن يكون قد فشل المخطط، ولكن لا يجب أن نفرح كثيرا لأن الاحتلال
يعني مشروع التهويدي ومشروع في بناء هيكل لهم لم يتوقف. لذلك يجب علينا التنبه والحذر والحذر الشديد على أن هناك مخطط سيتم تنفيذه داخل ساحات المسجد الأقصى. إن لم يكن في الجهة الشرقية سيكون قريبا في جهة أخرى، قد تكون الجهة الغربية وقد تكون الجهة الجنوبية. لذلك ما يطلب من المقدسيين الرباط، رباطهم حماية للمسجد الأقصى، الرباط في كل المسجد الأقصى وليس في مكان معين فحسب، أن لا نترك مكانا خاليا حتى لا يستغله الاحتلال، لا منطقة شرقية ولا منطقة غربية ولا شمالية ولا جنوبية، أن نرابط في كل ساحات المسجد الأقصى، أن نرابط في كل الأوقات، لأن الاحتلال يستغل الأماكن الخالية من المسلمين ويستغل الأوقات التي لا يوجد فيها أيضا مسلمين. هذا بالنسبة للمقدسيين الذين صنعوا النصر الأول في هبة الأصباط، والذين صنعوا النصر الثاني في السنوات في أقل من سنتين هبة الرحمة. أقول لهم وجودكم ورباطكم وتكاثفكم وإرادتكم الصلبة وإيمانكم بحقكم كان سببا في النصر الذي أحدثتم، ورباطكم واستمرار رباطكم وتواجدكم في ساحات المسجد الأقصى سيكون حماية له. فأنتم مسؤولون أمام الله عن الأمة الإسلامية جمعاء، أنتم من ترابطون في الجسد، وأنتم من اختاركم الله سبحانه وتعالى لتسكنوا في بيت المقدس وتكونوا خط الدفاع الأول. لذلك هنا أناشد كل المقدسيين بالرباط، الرباط والتواجد في ساحات المسجد الأقصى، والرباط ومزيدا من الصبر، لأن صراحة الرباط في المسجد الأقصى والرباط في مدينة القدس يحتاج إلى صبر، والله سبحانه وتعالى أصدق من قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر والمصابرة قبل الرباط، لأن حقيقة الرباط يعني من يرابط في سبيل الله في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى يعاني الأمرين من الاحتلال، لذلك يحتاج إلى مزيد من الصبر وجرعات أكبر من الصبر لكل من يرابط في القدس وبيت المقدس والمسجد الأقصى. أما رسالتي إلى العالم، فإن كان ذلك المقدسي الذي ثبت والذي أثبت للعدو وللاحتلال وأثبت لكل العالم الإسلامي بأنه صمد على الرغم من تضييق الاحتلال وعلى الرغم من المعاناة التي يعانيها من الاحتلال وعلى الرغم من التنكيل الذي يلقاه من الاحتلال وعلى الرغم من أن الاحتلال يلقى تأييدا من دول كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم له وتعطيه كما أعطت في وعد بلفور، وعدت من لا يملك لمن لا يستحق، ومؤخرا وعد ترامب الذي وعد الاحتلال بأن تكون القدس عاصمة إسرائيل. أقول لهم بأن هذا الاحتلال الذي يجد تأييدا ولديه من القوة المادية الكبيرة ولديه من التأييد الدولي، وهذا المقدسي الذي ثبت في أرضه وثبت في مكانه بجسده لا يمتلك أي قوة سوى قوته الروحية بأنه صاحب هذا المكان وبأنه مسؤول عن الله سبحانه وتعالى ومسؤول أمام الأمة الإسلامية جمعاء عن هذا المكان. إذا كان هو ثبت وصمد وتحدى ورابط وقدم كل ما يستطيع أن يقدمه، قدم روحه وقدم دمه، فنرى كثير من الأسرى، آلاف الأسرى في سجن الاحتلال وأسيرات في سجن الاحتلال، يقبعن آلاف من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، آلاف ممن شردوا من بيوتهم وهدمت بيوتهم، أطفالنا في الأسر، أطفالنا في الحبس المنزلي، رجالنا في الحبس المنزلي أيضا، وكثير كثير كثير. إذا تحدثنا عما قدمه المقدسين، إذا كان هذا كل ما قدمه المقدسي الذي يرابط جسدا في بيت المقدس والذي اختاره الله سبحانه وتعالى، هذا ما قدمه. أما أنت أيها المسلم في كل مكان في العالم، فيجب عليك أن تقوم بمساندة هذا المقدسي وأن تسانده وتساعده بكل ما أوتيت من قوة، أن تسانده بكل ما أوتيت من قوة، سواء المساندة والدعم المادي الإعلامي المعنوي، أن يكون هنالك تكثيف للجهود الشعبية على المستوى على جميع المستويات على مختلف المستويات، أن يكون هنالك للحكومات دور كبير أيضا في حماية القدس والمسجد الأقصى، إذ أن مسؤولية حمايتهما هي مسؤولية المسلمين في كل العالم، وأيضا الشعوب أن تقوم بواجبها تجاه مسار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتساند ذلك المقدسي الذي ثبت في أرضه وبيته وعقاره ومسجده ولم يستكين ولن يستسلم لهذا المحتل ولا لقراراته ولا لتنكيله. الأخيرة لهذا يعني أوصلنا رسائل موجعة للاحتلال.
هذه الرسائل بأنه على الرغم من كل ما يمتلكه من معدات وتأكيل وظلم إلا أنه وجد المقدسي ثابتا، فأعطاه ورقة إبعاد ومنع مما يسمى عندهم بقائد لواء منطقة القدس أو قرار إداري أو من وزير الأمن أو مما يدعى وزير الداخلية أو كل هذه القرارات التي تم تسليمنا إياها أو حتى بالسجن أو حتى بالقتل. وجد دائما المقدسي ثابت، فهدم بيت المقدسي اليوم، يقتل المقدسي بدم بارد ويهدم بيته، فترى والدة ووالده في اليوم التالي يقفون على أنقاض الهدم ويقولون لا يهم الحجر. فيعني هذا المحتل غبي، ودائما يعني بغبائه دائما يقوم بالتنكيل بالمقدسيين، بهدم بيوتهم، بقتلهم وما إلى ذلك، حتى يحاول أن يسيطر عليهم أو أن يحاول أن يثبت لنفسه بأنه تمكن من السيطرة، إلا أنه في كل مرة يثبت له المقدسي ثباته وصموده في أرضه وأنه متجذر في أرضه. فمهما هدم من البيوت سنبني غيرها، ومهما اقتلع من الشجر سنزرع غيره، ومهما قتل من الأبناء سننجب غيرهم، وسنبقى ثابتين في أقصانا وفي قدسنا وفي بيت المقدسي إلى يوم القيامة بإذن الله. يعطيك الله.